قتال من النادي الاهلي على اتمام صفقه مارسينيو. في اتجاه برضه في النادي الاهلي دلوقتي انه يطلع محمد محمود اعاره. النادي الاهلي بيفوز على نادي الاسماعيلي بنتيجه 3-0. الوحش القاتل ايرلينج هالاند بيسجل هاتريك ويصنع هدفين. عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس هيبقوا في تدريبات النهارده مع النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ايه اللي حصل في الاهلي. هنتكلم في الحلقه دي عن كل اللي حصل في النادي الاهلي في الساعات الاخيره وكل الاخبار والحصريات، وكمان هنرد على كل الاشاعات اللي طلعت عن النادي الاهلي، واي منتقد هنرد عليه في الحلقه دي. قبل ما نبدا الحلقه، فضلا وليس امرا زي ما تعودنا، يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. ومعكم اخوكم طوفان اهلاوي. يلا بينا نشوف اللي حصل في الاهلي. قتال من النادي الاهلي على اتمام صفقه مارسينيو، والموضوع هيتم حسمه في الساعات اللي جايه دي، وخلاص اللاعب قرب بقوه من الانضمام الى النادي الاهلي، وان شاء الله تفائلوا الصفقه دي هتخلص ومفيش حكايه فشل دي نهائيا، ولو في نسبه فشل هتبقى 10% فقط. والقرار من كابتن محمود الخطيب لامير توفيق ان لو المفاوضات واقفه على 100 او 200 الف دولار ندفعهم ونخلص اللاعب. وبالمناسبه اخر عرض اتقدم كان 1,800,000 دولار، وفريق كواساكي عايز 2 مليون دولار، يعني الموضوع فيه تقارب كبير وان شاء الله الصفقه دي هتتم. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. بعد قرار الغاء حلقه الكابتن سعيد عبد الحفيظ مع مهيب عبد الهادي بسبب المشاكل اللي انا قلت لك عليها، وبسبب القرار اللي جه من الخارج، الكابتن سعيد عبد الحفيظ هيطلع في برنامج حبر سري على قناه القاهره والناس في حلقه مسجله لمده ساعه ونص، متقسمه على حلقتين يوم الخميس والجمعه اللي جايين ان شاء الله. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس هيبقوا في تدريبات النهارده مع النادي الاهلي، وهيتم الاعلان عنهم في الساعات اللي جايه، وهيتم الاعلان عن الصفقه وانضمامهم الى النادي الاهلي بشكل رسمي. قرر مارسيل كولر انه يتم الاستعانه بخدمات شادي حسين مهاجم النادي الاهلي الجديد في مركز المهاجم الصريح، ومش هيشارك في مركز الجناح لان المركز ده فيه لعيبه كتير جدا ومش محتاج شارف الحته دي، ومحتاجه اكتر في مركز المهاجم الصريح. الايام اللي جايه في النادي الاهلي هتشهد خروج محمد فخري على سبيل الاعاره وكمان زياد طارق علشان ياخدوا دقائق لعب اكبر ويكتسبوا خبرات اكبر، وده كان قرار مارسيل كولر. وبالنسبه لزياد طارق جاي له عرضين، عرض من فيوتشر وعرض من سيراميكا، ولكن انا بفضل يروح سيراميكا واتمنى ذلك لان الكابتن احمد سامي بيعرف يتعامل مع المواهب الصغيره بشكل كويس، وزياد هيقدر يتطور معاه بشكل كبير. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. في اتجاه برضه في النادي الاهلي دلوقتي انه يطلع محمد محمود اعاره، لان كولر بنسبه كبيره مش حاطه من ضمن الاولويات في الفريق، وشايف انه لو طلع اعاره هيقدر يستفاد بشكل اكبر وياخد دقايق لعب اكتر ويرجع تاني النادي الاهلي في الموسم اللي بعده. كنت اتمنى يكمل في النادي الاهلي ويرجع نفسه ويتالق، بس بالطريقه دي اكيد رؤيه المدير الفني هي الافضل، واكيد محمد محمود مقصر في التمرين بشكل كبير. اتمنى له التوفيق علشان يفيد النادي الاهلي. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. الاهلي بيقرر تمديد عقد حسين الشحات وياسر ابراهيم، اتنين من الركائز الاساسيه في النادي الاهلي، وتمديد عقدهم مهم جدا للنادي ومهم جدا لتقويه الاسكواد الحالي. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. في اول مباراه لناشئين النادي الاهلي مواليد 2005 في بطوله الجمهوريه، النادي الاهلي بيفوز على نادي الاسماعيلي بنتيجه 3-0. سجل الاهداف معتز محمد ويوسف عفيفي وعمرو خالد. يلا بينا للاخبار العالميه. الوحش القاتل ايرلينج هالاند بيسجل هاتريك ويصنع هدفين، وفودن يسجل 3 اهداف في مباراه مان سيتي ومان يونايتد اللي انتهت بنتيجه 6-3. يلا بينا نشوف اللي حصل تاني. ريال مدريد يفتقر الصداره امام اوساسونا المباراه اللي انتهت بالتعادل بنتيجه 1-1، واللي سجل هدف الريال هو البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور. كده انتهت حلقتنا واتكلمنا عن كل حاجه حصلت في النادي الاهلي في الساعات الاخيره. اتمنى تكون الحلقه نالت اعجابكم، وانتظرونا في حلقه جديده ان شاء الله باخبار جديده وحصريات، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وفعلا شكرا لكل حد بيدعمني، وكل اسم بيدعمني انا فاكره كويس. اخيرا قبل ما نقفل الحلقه، يا ريت توحد الله لا اله الا الله وتصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس تقديرا لمجهودي. وكان معكم اخوكم طوفان اهلاوي، نتقابل في حلقة جديدة. سلام.